رياضة كمال الأجسام هي رياضة تطوير الجسد والجسم عن طريق التدريبات الحركية والتمارين العملية من أجل الحصول على القوة الجسدية والمرونة الحركية والتناسق العضلي، ومن أجل تحسين المظهر والشكل الخارجي، ومن أجل زيادة الصحة والعافية. ولكن هناك أشخاص خرجوا عن المعتاد، إليك البعض منهم. العملاقة ديبلي خرجت عن أنوثتها لتجعل نفسها مقارنة مع الرجال، تعتبر بطلة أمريكا في رياضة كمال الأجسام، وتم اختيارها كأفضل جسم لاعبة كمال الأجسام للإناث من الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية. ويرجع سبب ذلك إلى التمارين الشاقة التي تمارسها ديبلي كل يوم. البرازيلي بوباي دي سوزا. بوباي في البداية كان يملك جسم عادي، لكنه أراد أن يغير جسمه، وقام بحقن عضلاته بمزيج من الزيت والكحول، وأصبح جسمه ضخم. بوباي يواجه مخاطر جدية قد توصله إلى الموت بسبب تضخم جسمه. يشار إلى أن الأطباء لا يعالجون هذه الحالات، لأنها من صنع المريض، فهو من فعل ذلك لنفسه. دينيس وولف. دينيس من مواليد عام 1989. كان دينيس في البداية يتمرن على الألعاب القتالية، وبعدها قام بممارسة رياضة كمال الأجسام ليصبح عملاق من عمالقة كمال الأجسام. ويتميز دينيس بضخامة فخذيه، نال المركز الرابع في بطولة مستر أولمبيا، كما حصل على لقب أرنولد كلاسي. الوحش ماريز. الأمريكية ماريز من مواليد 1960، يبلغ وزنها 80 كيلو غرام، حصلت على عديد من الجوائز، ويرجع سبب ذلك إلى التمارين الشاقة التي تقوم بها ماريز، كما تريد أن تصبح البطلة الأولى في العالم لرياضة كمال الأجسام. فالنتينو هو الشخص الغير المحبوب في عالم رياضة كمال الأجسام، لأنه يمثل الرياضيين الذين يعتمدون بالكامل على الأدوية والمنشطات وحقن الزيوت الاصطناعية من أجل جعل عضلاتهم تبدو أضخم. وتمزقت عضلاته التي تعفنت جدا بسبب إبر حقن ملوثة، فحاول إجراء عملية جراحية على نفسه بتمزيقها وشفط الدم،